السلام عليكم. اليوم راني حضرت طريقات تخليل الخضر اللي كيجلسوا معنا حتى لسنه ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. اذا بغيتوا تعرفوا اسرار نجاح الوصفه المرجو متابعه الفيديو. جميع الاسرار ديال الوصفه غتلقاوهم على الفيديو. هكا كنتمنى الفكره تعجبكم وتجربوها وتشاركوها مع العائله والاصدقاء. والى عجبكم المحتوى ديال القناه خليو ليا جيم وشكرا. الى بغيتو تعرفوا كيفاش هاد الخضره ديالنا المخلله كتجلس معانا حتى لسنه بنفس القرمشه، هانتوما غادي تسمعوا. هذا الجزر، هذا القوق، كوم. الصيف قرب وعيد الاضحى على الابواب، كنحتاجوا هاد المخللات كنزينو بهم لي صالاد ديالنا وكنزينو بهم المشويات ديالنا. بالنسبه للخضر اللي غادي نخلل معاكم، هنا عندي القوق راه منقي وكنديرو في الماء والحامض باش كيبقى لنا هكا بيض. الا بغيتو طريقه ديال التنقيه ديال القوق راه عندي على القناه، والطريقه ديال الاحتفاظ بالقوق غير في القنينه بلا ثلاجه بلا مجمد. الا بغيتو تشوفوا الطريقه حتى هي راه عندي على القناه. هنا عندي الشيفلور، عندي خيزو، عندي الفكوس. هنا راني غسلتهم وعقمتهم بالقليل من الخل والماء، تقريبا رقتهم واحد 5 أو 6 ديال الدقائق عاد باش صفيتهم وخليتهم هنا قطرو. هنايا الفكوس كنقطو كنديرو هكا تقريبا شحال هاد القطيب، واحد 6 سنتيم. هنا بالنسبه للفكوس هو من الاحسن الا كان عندنا هاد الفكوس، هذا الرقيق، هذا هو اللي كيجي المخللات زوين. وحتى هاد الغليظ، المهم الا ما لقيناش هاد الرقيق هذا يمكننا نديرو حتى الغليظ. علاش كنفضلوا نديرو الفكوس الرقيق؟ لان هاد الرقيق هذا هانتوما تشوفوا ما كتكونش فيه هاد الزريعه، هادي فيه الزريعه الا ما نديرهاوش. نفس الطريقه كنقطعوا بها الجزر. هنا الجزر ديالنا راه هو منقي. بالنسبه للخيزو ما نديروش ديك خيزو اللي كيكون ديال الربطه، يعني كيكون كيتباع بالربطه كيكون باقي طري، هذاك ما نديروش. نديرو خيزو اللي كيتباع بالكيلو، لان هذاك نتاع الربطه دغيا دغيا كيطيب ويقدر يهرى، ما كيصبرش واحد المده طويله. هاد خيزو هذا كيصبرنا وقت طويل. هنا القوق كيمكننا نقسمو هكا على 4 وكيمكننا نقسمو حتى على الطول، ولكن على 4 كيجي زوين. هذا حتى هاد القوق هذا راه الاخر ديال القوق، ماشي ديك القوق فاش كيكون باقي طري يلا عاد كيبدا، هذاك حتى هو لا. من الاحسن فهاد المخللات هادو اللي كيبقاو معنا واحد المده طويله راح كنحاولوا باش نخللوا ديك الخضره اللي كيكون الاخر ديال الموسم ديالها، ما كنديروش ديك اللي كيكون كتكون في الاول ديال الموسم ديالها. هنا الشيفلور ديالي او القرنبيط راه عندي منقي ومغسول ومعقم. هنا كنبقى نحيد هادو هكا على شكل شجيرات، يعني هاد هانتوما واللي كبيره غادي عاوتاني نقسمها. هاد المزيدات حتى هما ندير لهم هكا. هادي واحد النصيحه للفكوس، الفكوس دائما فاش تبغيو يعني تخللوه او ديروا به شلاضه ضروري ما تذوقوا الفكوسه من هنا ومن هنا عاد باش تحضروا بها الوصفه ديالكم، لان بعد شي ساعات الفكوس كيكون مر. الا كان مر صافي كنرميوه. هنا عندي كيلو ونص ديال الخضره، غادي ندير معلقه كبيره ديال بذور القزبر، غادي ندير 4 أو 5 وريقات سيدنا موسى. هنا عندي 6 الفصوص كبار ديال الثومه، يعني بالقشره ديالها راني غاسلاها، غادي نقسمها على 2.
هنا عندي كأس بالقياس الكأس العنبة ديال الملحة. تقولوا لي الملحة بزاف، نقول لكم لا، لأن هاد المخللات باش كيبقاو معانا واحد المدة طويلة وكيجيو لذادين هي هاد القياس هذا ديال الملحة. كما قلت لكم راه عندي كيلو ونص د الخضرة مشكلة. هنا عندي كاس بالقياس الكاس العنبة ديال الخل، درت الكاس الأول ديال الخل وهذا الكاس الثاني. عندي نص كاس ديال السكر بالقياس الكاس العنبة. هتقولوا لي علاش هاد السكر هذا كيخلي لنا المخللات ديالنا مقرمشين وكيعطيه واحد اللذة وكيهرس ديك الحموضة ديال الخل. هنا دابا غادي نخلط المخللات ديالنا باش كينسجم السكر مع الملحة مع الخل. هنايا غطيت المخللات ديالي وراني خليتهم 12 ساعة، 12 ساعة تقريبا حركتهم واحد جوج نوبات ولا ثلاثة هكا نحركهم. هانتوما تشوفوا الماء اللي تطلق لنا مع ديك الملحة والسكر، هو الخل درناه ولكن هانتوما تشوفوا يعني الكمية كثيرة من الملحة والسكر كلهم كيرجعوا هكا سائل. هنا كنجيبوا واحد القنينة كتكون معقمة وماشي ضروري باش تكون ديال الزاج، يعني واخا تكون غير بلاستيك غير هي تكون جديدة وتكون معقمة. هنا كنهزو هكا، هتقولوا لي يعني البلاستيك كيخسر المخللات، نقول لكم لا. هنا في القنينة ديالنا راه حنا كنهزو كلشي، كنهزو الشيفلور، كنهزو خيزو، هذا الفقوس، القوق، الفليفله مع ورقة سيدنا موسى، مع هاد الطريفات هادو ديال التومة، مع هاد بذور القزبر. هنا هاد السائل هذا ديالنا راه حنا كنديروه على المخللات ديالنا. هنا هانتوما تشوفوا تقريبا النص ديال السائل ديالنا اللي عندنا. هنا عندي الماء غليان، نزيدو ضروري نديرو الماء غليان باش المخللات ديالنا دغيا دغيا كيوجدو لنا. يعني كندير الماء الا حتى كنغطي الخضره ديالي كامله. هنا غطيت الخضره ديالي كامله، كندير لها الزيت هكا من الفوق. بالنسبه للزيت كيبقى لكم الاختيار، زيت الزيتون، زيت المائده. هنا الغطايه باش كنغطيو ما خصناش نزيروها، الا نخليوها منفسه، لان الماء سخون الا مشينا حتى زيرنا على الغطايه بحال الزاج بحال البلاستيك بحال يعني هادي تنفخ وتقدر تفرقع لنا الغطايه. هنا راه حنا ها نتوما تشوفوا الغطايه حنا درناها ما كتهش ولكن كتدور هكا، كنغطيوها بواحد المنديل او واحد الفيطه وكنخليوها غير حدانا في المطبخ الا حتى كتبرد لنا القنينه عاد باش كنزيروها. هنا المخللات ديالنا بعد ما كدوز 48 ساعة راه كيكون جاهزين للأكل. ها انتم تشوفوا هي ديك الزويتة كتبقى مغطية لنا الخضرة ديالنا. هنا ضروري ما خصناش نقيسو الخضرة في قلب القنينة بيدينا، ضروري ما نهزو هكا بواحد المعلقة. المخللات ديالنا راهما جاهزين للأكل، وهاد المخللات واخا يجلسو معانا حتى لسنة كتبقى فيهم نفس اللذة ونفس القرمشة، ما كيرطبوناش أبدا. وغادي نوريكم المخللات اللي صوبت هادي سنة، هادو المخللات اللي ليهم تقريبا سنة. هنا عندي الفلفلة، عندي المزيودات، عندي الفقوس. الفقوس ضروري يكون من هذا الرقيق، هو اللي فاش كنخلوه كيتسمى كورنيشو. هانتوما تشوفوا القرمشه ديالهم. وباش نحصلوا على هاد النتيجه هادي وهاد القرمشه ولا يجلسوا حتى سنه، ضروري ما نديروا
الفلفله البلديه ما نديروش الفلفله الروميه، لان الفلفله البلديه هي ديك اللي كتكون صغيره وفي التخليل كتصب. وباش نحصلوا على هذه النتيجه هذه وهذه القرمشه ولاو يجلسوا حتى سنه، ضروري ما نديروا الفلفله البلديه ما نديروش الفلفله الروميه، لان الفلفله البلديه هي ديك اللي كتكون صغيره وفي التخليل كتصب. هنا بالنسبه للفكوس ماشي ضروري باش يكون ديك الفكوس اللي كيكون هكا صغير ورقيق المعروف بكورنيشو، راه يمكننا نديرو حتى هاد الفكوس هذا اللي كيكون كبير غير ما يكونش غليظ كما سبق لي وقلت لكم في التخليل. ها نتوما تشوفوا حتى هو القرمشه ديالو كلشي كيبقى لنا مقرمش في الجوده ديالها.